أقيمت في العديد من المدارس في المملكة الاحتفالات بتخريج أفواج من الطلبة من مختلف المراحل الدراسية. ففي مركز ترسانطة الثقافي رعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن حفل تخريج 69 دارساً من طلبة كلية ترسانطة، واشتمل الاحتفال الذي حضره الأب رشيد مستريح مدير الكلية وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وجمع من المدعوين وذوي الخريجين على إلقاء الكلمات وتقديم الفقرات الفنية المتنوعة وتسليم الشهادات للخريجين. وفي مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات رعت سمو الأميرة عالية الطباع حفل تخريج الفوج 17 من طلبة الصف الثاني الثانوي، وحضر الاحتفال المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن السفير البابوي في الأردن والعراق والمونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية في عمان وجمع كبير من المدعوين وأهالي الطلبة. وألقيت في الاحتفال كلمات لمديرة المدرسة الراهبة إيلين فرح: فلك يا رب نرفع الشكر والحمد، فبك ومعك نمضي بثقة، نترجم الحب والعطاء إلى أفعال محبة وتضحية، نغرس بذور المحبة والأمل في الغد، نبني النفوس والعقول، نوقد أعمارنا شمعات تضيء الطريق، وقلوبنا تتوهج حباً وأمانة وإخلاصاً لرسالتنا الثانية. وممثلي الطلبة الخريجين تلاها تقديم عروض فنية ورقصات شعبية وفقرات ترفيهية. وفي الختام وزعت سمو الأميرة عالية الطباع الشهادات على الخريجين. كما رعى وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر حفل تخريج أطفال مدرسة وروضة راهبات الوردية في المصدار، تضمن أمسية وردية فيروزية. واشتمل الحفل الذي حضره الأب الدكتور حنا كلداني راعي كنيسة شهداء الأردن على رقصات وأغاني وعزف على العود وعرض فيديو مصور عن مسيرة الأطفال في حياتهم المدرسية. وفي الختام وزع الناصر الشهادات على الأطفال الخريجين. كما قدمت إدارة المدرسة درعاً تذكارياً لراعي الحفل. وفي مدرسة اللاتين في الصلط وتزامناً مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية رعى الدكتور محمد حياصات نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية حفل تخريج كوكبة من طلبة المدرسة. وقد تضمن الحفل الذي حضره النائب جمال قمو والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن وعدد من الآباء والراهبات وذوي الخريجين على إلقاء العديد من الكلمات: يبتدوا كل ظلام، أنتم فرسان الغد وحاملوا راية العز، اجعلوا للإخلاص معنى في حياتكم، غذيتمونا بالعمل والمعرفة، غرستم فينا الخير والأمل. We may not have the power to inspire the entire world to strive for success, but we do have the power to try to achieve it for ourselves. وتقديم فقرات فلكلورية مستوحاة من التراث المحلي. وفي الختام سلم راعي الحفل الشهادات للخريجين. كما تم أيضاً
منح درع تكريمي لنورسات مكتب الأردن تقديراً لجهوده الإعلامية المتميزة. وفي السياق ذاته وبرعاية الأخت مادلين دبابنة المستشارة الإقليمية لراهبات الوردية، تم تخريج الفوج 18 من طلبة راهبات الوردية بمرج الحمام والمؤلف من 150 تلميذاً وتلميذة. واشتمل الاحتفال الذي حضره عدد من الآباء الكهنة والراهبات وذوي التلاميذ وأهالي الخريجين على مقطوعات غنائية وفقرات فنية وترفيهية نالت إعجاب الحاضرين.